حسنا، الآن سوف أعيد نوع الكتابات كما كانت في الأول، وسأتكلم لكم عن طريقة ثالثة لتغيير الألوان، وهي تسمى بطريقة RGB، ولم أتكلم عليها في السابق لأني جربتها على فايرفوكس ولم تعمل بطريقة جيدة. أظن أن ذلك راجع إلى أن فايرفوكس لا يحتملها، ولكني جربتها أيضا على جوجل كروم وقد عملت بشكل ممتاز، وهي تعمل بهذه الطريقة. نكتب RGB ثم نفتح الأقواس ونكتب في وسط هذين القوسين 3 أرقام من 0 إلى 255. على سبيل المثال نأخذ 233 ونضع فاصلة، ثم 122 فاصلة، ثم 44. كنترول S ونذهب إلى المتصفح، ثم F5، وكما ترون تغير اللون بعض الشيء، ولكنه لا أظن أن هذا هو اللون الذي نريد، ولذلك سوف نذهب ونجرب ذلك على جوجل كروم. سوف أريكم طريقة لفتح، طريقة سهلة لفتح الملف في جوجل كروم. نضغط على جوجل كروم لنفتحه، ثم يعني نجر هذا الملف إلى جوجل كروم بهذه الطريقة وسيفتح لنا. كما ترون اللون مغاير تماما لما وضعه فايرفوكس. نعود الآن إلى ملفنا هنا. الرقم الأول إذا وضعنا 255 ووضعنا في الرقم الثاني والثالث 0 فسيعطينا اللون الأحمر، لأنه كما يشير هذا الرمز Red Green ثم Blue. فإذا وضعنا في الرقم الأول 0 ثم الرقم الثاني 255 ثم الرقم الثالث 0 فسيعطينا الرقم Green، سوف يعطينا اللون Green أي أخضر. ونفس الشيء للرقم الثالث، فإذا وضعنا 255 والأول والثاني 0 فسيعطينا Blue أي أزرق. وسوف نجرب الآن الأحمر 255 ثم 0 ثم 0. Ctrl S، نذهب إلى فايرفوكس، F5، وكما ترون لم يتغير. نذهب الآن إلى كروم، F5، وكما ترون ظهر لنا اللون الأحمر. نعود الآن لأتكلم لكم عن الأتريبيوت سايز. لم أذكر أنه يأخذ فقط قيم من 1 إلى 7، يعني إذا وضعنا 1 فسوف يعطينا أصغر ما يمكنه، أصغر حجم ممكن، وإذا وضعنا 7 فسيعطينا أكبر حجم ممكن. الآن سوف نجرب 8 وسترون أن الحجم لن يتغير. ويمكنكم تجريب يعني أرقام أكبر من 8. الآن سوف نرى طاق أخرى، يعني عوض أن نستعمل الأتريبيوت سايز الذي هو ضمن الطاق فونت، سوف نستعمل طاق أخرى تسمح لنا بتكبير وتصغير الكلمات، وهذه الطاق مخصصة للعناوين وهي تسمى طاق H، وهي فيها 6 أنواع أو 6 درجات من ال H1 H2 H3 إلى H6. سوف نرى الآن، نفتح أصغر من ثم نضع H1 ثم نغلق بأكبر من ونكتب يعني تكست ونغلق كما رأينا، ثم Ctrl S نعود إلى
فايرفوكس أو جوجل كروم نفس الشيء، سوف يعطينا نفس الشيء. كما ترون التكست يكون كبير شيئا ما، فإذا وضعنا يعني h، إذا وضعنا h1 h2 التكست سوف يصغر بعض الشيء. كنترول S، سوف نجرب الآن على جوجل كروم. F5، التكست يكون صغيرا بعض الشيء. نقارن مع فايرفوكس، ترون الاختلاف. الآن سوف الاختلاف واضح. سوف نجرب H6، كما ترون التكست يكون صغير جدا، وهو يعني يكون في نفس القيمة لسايز 1. أما إذا أردتم تكست أكبر من H1 فما عليكم سوى استعمال سايز. كما ترون القيمة القصوى لل H هي H1 باختلافها مع سايز 7. الآن سوف نتعلم كيفية إنشاء يعني هيبر تكست أو ما يسمى باللينك، يعني هو تكست نضغط عليه فيفتح لنا صفحة جديدة أو موقع جديد، وهو التاج A. نفتح نكتب A ونضع لها، سوف نجرب الآن A وحدها، وسوف نكتب يعني تكست with link. نغلق ال A tag ثم Ctrl S ونذهب إلى المتصفح لنرى ما لدينا. كما ترون ليس لدينا شيء يعني شيء مدهش أو شيء ما. سوف نعود الآن إلى نوت باد وسوف نضيف الاتريبيوت h ref، وهي تعود إلى h reference، ثم تساوي ونكتب هنا الموقع الذي نريد الذهاب إليه. نختار على سبيل المثال http://google.fr. كما ترون التكست يصبح لونه أزرق ومسطر عليه، وإذا ضغطنا سوف نذهب إلى google.fr. أنا ليس لدي الآن connection، ولكن إذا لديكم أنتم connection سوف يظهر لكم الموقع google.fr. نعود الآن إلى notepad لنتعرف على attribute آخر وهو target. هذا الاتريبيوت يضم يعني 4 values ولا يهمنا منها سوى 2. الفاليو الاول الذي هو self يكتب على هذه الطريقة، نضع في الاول رمز underscore ثم نكتب self. Ctrl S ونعود الى المتصفح F5 ثم نضغط على اللينك. كما تلاحظون لا شيء جديد، فقط عند ضغط اللينك يظهر لنا في نفس الصفحة. نعود الآن إلى notepad ونكتب underscore blank بهذه الطريقة، ثم Ctrl S ونعود إلى فايرفوكس
F5 نضغط على اللينك وستلاحظون أن الموقع قد فتح في نافذة أخرى.